هنعمل الوصفة التانية دلوقتي بوريك الأفران. وصفة حلوة جدا وسهلة زي بتاعة الأفران وأحلى كمان. إيه بقى القصة؟ بصوا، معنا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق يكون قوي مكتوب عليه بيتزا أو جميع الأغراض، دي حاجة مهمة جدا عشان العجينة تطلع معنا مظبوطة. معنا معلقة كبيرة من الخميرة أو باكت من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر الأبيض، كوباية إلا ربع من الزبادي، تمام، 3 معالق كبار من اللبن البودرة، ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم، وشوية مية دافية للعجن. بس كده، هو ده بس المقادير، مقادير بسيطة جدا وحلوة قوي. هنقولها تاني بسرعة، 3 كوبايات دقيق عليهم طبعا رشة ملح، باكت خميرة أو معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر الأبيض، كوباية إلا ربع من الزبادي، معنا 3 معالق من اللبن البودرة، ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم، مية دافية للعجن، وبس خلاص. نطلع بولة كبيرة، وعايزة أجيب هنا كده كوباية المعيار، خليها جنب. ولا حاجه كنت مشغلاه، فعامل شويه دفى كده، حاجه خفيفه، اقوم مدخله فيه الطبق وهو متغطي، العجينه بلاقيها اتخمرت في ثواني، يعني في ربع ساعه 20 دقيقه بتبقى جاهزه وبتبقى زي الفل. معايا واحده خمرانه اهو، خطيره. بصوا اللون الاحمر بتاعها على خفيف قوي، وزي ما قلت لكم ممكن نحط بابريكا بدل معجون صلصه الطماطم لو تحب. عايزه اجيب هنا كده على القرمة رش الدقيق من تحت الحوض، رش الدقيق يا لينا، دقيق من تحت الحوض يا لينا اهو، وناخد كده ايه كور صغنونه من العجينه عشان نعمل منها البوريك. عايزين تحشو اي حاجه ينفع طبعا، واكيد طبعا ايه نرش عليه ندهنه كده دهنه لبن او دهنه بيض مخفوقه بلبن،
ونرش سمسم، حبه البركه، هتبقى حلوه قوي. كل كوره حلوه من دول هنفتحها كده اهو. لو عايزين تحطوا بقى جبنه مثلا او حاجه كده، مش شايفين كده، شايفين. الافران اهو دهنه لبن، بيضه مخفوقه متخففه بشويه لبن، وندهن ونرش بقى حبه البركه، نرش سمسم، وتدخل فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هتاخد لها بالكتير يعني بالكتير 20 دقيقه، معاكي من ربع ساعه ل 20 دقيقه. تبصي عليها كده وتشوفي ايه الاخبار، هتلاقي اخدت لون حلو جدا خطيره. اول ما بتخرج من الفرن بنطرطش عليها شويه ميه بطراطيف صوابعنا او بازازه فيها بخاخ كده، علشان ايه الميه دي مع البخار السخونيه بتاع البوريك، ونغطيها بفوطه نظيفه، بتبقى هايله تحفه، بتبقى طريه وظريفه، طعمها يجنن، مناسبه جدا بقى مع كوبايه الشاي الصبح. هتجربوها وتدعوا لي ان شاء الله. بألف هنا وشفا.